في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دخلت اليوم محافظة أريحة في ضرب شامل عقب استشهاد شاب فلسطيني أمس متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال اقتحام قوة الاحتلال مخيم عقبة جبر بمدينة أريحة بضفة الغربية. هذا واعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني 11 فلسطينيا خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية، فيما اقتحم عشرة المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيونية.